أكيد عرفتوا هالرمز تماماً. هو رمز القلب يلي أنتوا أنا وكل شي بيقول أنا بشر نستخدمه لنعبر عن مشاعر الحب للطرف الآخر. بس شي مرة خطر لكم تسألوا من وين إجا هالرمز؟ البديهي والمؤكد أنه ما بيشبه شكل القلب البشري الطبيعي. طيب شو حكايته؟ رح خبركم قصة من غابر الزمان ارتبط فيها هالرمز بمنع الحمل. يحكى أن الإغريق والرومان لما سكنوا مدينة قورينا الليبية استخدموا نبات يدعى سيلفيوم، واللي كان يتواجد بس بقورينا، وبيتميز بقدرات استطبابية عظيمة، واشتهر بقدرته على منع الحمل من خلال تغييرات هرمونية، وهالشي أثار تكهنات حول ارتباط هالبذرة بالحب والرغبة. اللي بيهمنا من الموضوع هو الشبه الكبير بين بذرة السيلفيوم ورسمة القلب الحالية، واللي تركها القوريون على عملتهم المعدنية، واللي أدى إلى شهرة الرمز. وهي كانت النظرية الأولى، وبما أنه بعدنا عم نحكي عن النبات، ففي نظرية تانية بتربط رمز القلب بشكل ورقة اللبلاب اللي بتدل على الإخلاص. ومن النبات منروح على الطيور، بس مو أي طير، تحديداً البجع، المعروف أنه بيتزوج مدى الحياة ومخلص للشريك. لهيك كانت طيور البجع البيضاء رموز للحب قديماً، وغالباً بيتم تصويرها بهالوضعية. نظرية ثالثة للأستاذين بالتاريخ بيير فينكن ومارتن كيمب بتقول إنه جذور الرمز الحالي بتعود لكتابات جالينوس وأرسطو اللي وصفوا القلب بأنه مكون من 3 حجرات بيناتهم تجويف صغير. وبحسب هالنظرية فرمز القلب الحالي تشكل من محاولات الفنانين والعلماء بالعصور الوسطى لتفسير النصوص الطبية القديمة بالرسم. وبما أنه القلب مرتبط من زمن طويل بالسعادة والمشاعر، صار رمز للرومانسية والحب بالقرون الوسطى، وزاد انتشاره بعصر النهضة، حتى صار يستخدم بالقرن 18 بغزارة بمذكرات الحب وبطاقات عيد الفالنتاين. بحسب بنتي الصغيرة جوليا، هالرمز صار بيعني قلب صغير، وهاد وسط، أما هاد فهو دلالة الحب الكبير، واللي يبدو أنه جيل السوشيال ميديا ما عاد يتنازل عنه.